بمدرسة أبي ذر الغفاري بالصويرة، حماس باد على كل الوجوه يتقاسمه الأطفال وهيئة التدريس. الدخول المدرسي لهذا العام يرفع شعار تحسين جودة النظام التعليمي. هذه المدرسة هيئت مجموعة من البرامج التربوية واتخذت الإجراءات الاحترازية لفائدة المتمدرسين. والدخول دازلنا في ظروف جيدة مع احترام التدابير الاحترازية اللي كتنص عليها اللجنة العلمية. ما بين القسم ومكتبة المدرسة والبيت يتم العمل على تهيئ جميع الظروف الملائمة من أجل تعلم أفضل وبناء شخصية أقوى لبناء نساء ورجال الغد الذين سيحملون المشعل لمواصلة الطريق نحو غد أفضل.